المشكل هاد البرا هادي كيدكوها تيدكوها ديما كيتفاجئوا كاين اللي يلاه دكا ثلاثه المرات كاين اللي دكا 20 مره كل واحد وشحال من مره دكا عمره ما طرا ليه حتى شي مشكل كيخدم بها كيتخرج يتقدى بها يعني عايش بها عادي عنده ضعف البصر ولا يعيش بها عادي كيدقوا هاد البرا هذا باش كيعالجوا داك المشكل اللي عندهم في عينيهم كو ساسوا السكر ولا الماء في عينين ولا طونسيون مهم المشاكل الصحيه كتناسبهم هاد البرا هادي بالنسبه لبعض الاشخاص خاصهم يدقوا هاد البرا هادي باش يقادوا داك الشوف ديالهم ما علينا منين دقوها نهار 3 لو 19 دقوها كيتفاجئوا هما 15 واحد كيتفاجئوا باللي مي كيحيدوا داك البونسمون باش زعما عينهم شويه غادي كتحسن لان كيحيدوها من اليامات اللي قبل ملي كيدقوا البرا ملي كيحيدوها كيوليو عاديين كيمشي داك لو مال داك الاولاني ديال دكا البرا صافي كيوليو عاديين كيجيهم الحريق كاين اللي مشى بالحريق من هنايا مضاعفات خايبه مضاعفات قبيحه بزاف منين حيدوا البونسمون ما كيشوفوش بعينيهم ما كيشوفوش بعينيهم اللي عنده العوينه الاخرى كيشوف بها ما تيدكش فيها البرا راه كيقدر يشوف شويه كاين اللي هذيك العين اللي ما كيدكش فيها البرا ما كيشوفش بها هي اصلا زاد كمل بالاخرى ما بقاش كيشوف خطره المشكل شنو كان واش هذيك الحقنه واش فاسده الله اعلم يعني باقي شنو طرا واش طرا المشكل في الحقنه ولا في البلوك ولا في اون سي با اكزاكتومون شنو طرا بالنسبه لخويا انا ما كيشوف والو ناس اخرين كيقول لك حقا شفنا داك الضو منين كيدير لهم ديك لاباراي ديال العينين كيشوف داك الضو داك الضو اللي كيقدر يشوفه مي باش كيشوف راه ما كيشوفش خويا حنا اليوم كنطالبوا بتقرير طبي التقرير الطبي ولينا محتاجينه اليوم قبل غدا حيت هاد الناس ولاو كيعانيوا لداخل في المستشفى ماشي المرضى ولاو كيعانيوا عائله المرضى لانه باش غادي تجي بمسافه ديال 140 كيلومتر ولا 150 كيلومتر باش تجي للسبيطار يوميا وتمشي راها صعيبه انا الام ديالي دابا كتعاني مريضه اصلا وزادت مرضات في السبيطار بسبب انها مقابله الاب ديالي في السبيطار حنا بغينا تقرير طبي حنا الراي العام راه عارف القصه ديال هاد الحقنه عارفها كامل المغرب كل المغرب عرفها وكنشكروا النيابه العامه والفرقه الوطنيه لانها دخلات وبحثات في هذا الموضوع و يعني بواحد السرعه بحثات فيه ولكن المستشفى باقا ما بغاتش تعطينا تقرير طبي المستشفى خاصها تعطينا تقرير طبي باش نخرجوا هما كيقول لك خرجوا اليوم كنتفاجئوا ها هو السيد كيصرح على الزوجه ديالو بغات تخرج قالوا لها تخلصي تعدي السيده عرضه لواحد الحاله انهارت فيها لقيناها قبيله لا يرثى لها انا بعد دخلت وشفتها ما قديتش نكمل هذيك الحاله اللي فيها هذيك السيده الام ديالي حتى هي مريضه حداها مقابله الاب ديالي ولات مريضه ما بقيناش دابا عارفين اش غنديروا حنا بغينا تقرير طبي باش نديو هاد الناس حدانا ولا كانت عندهم شي معاينه مره في الاسبوع ولا جوج مرات في الاسبوع نجيبوهم ما كاينش المشكل اللهم تجيبهم مره في الاسبوع ولا جوج مرات في الاسبوع ولا تبقى يوميا تمشي وتجي للسبيطار الاب ديالي 5 سنوات وكيدق هاد البرع سنتين كانت الامور مزيانه وغدا بسلام وهاد المستشفى راه كانت كيتشهد ليه باحسن مستشفى في المغرب ولكن هاد الشيء اللي وقع الله اعلم المصدر ديال الحقنه هو مستشفى سميتو الصيدليه ال 21 غش كل مره كياخذوا هذه الحقنه داك الشيء راه روشين الحقنه راه مده كاين اللي مده 3 سنين كاين اللي 4 سنين هي غالي داير شي 3000 درهم وشويه كيتشاركوا في هذوك الناس اللي كيجيو 14 15 200 درهم 220 درهم كيتشاركوا فيها كيدقوها داك الشيء روشين ديما كيتشاركوا فيها لا مصدر الحقنه راه شريناها باوردونونس خارجه من المستشفى كتباع هذاك ماشي برا هو محلول كيتباع بالثلج ديالو كيدخل كيدق في البلوك ديما كيدقوا ما عمرو وقع عليهم شي مشكل حتى داك النهار دابا حنا خلاصه الاول كنطالبوا دابا السبيطار بغاو يخرجوا الناس حنا راه الناس ديالنا تكرفصوا من الوالد ديالي وتكرفصنا معاهم حتى حنا اللي كل نهار خلينا خدامينا وخلينا كل شيء انا خشي راه يومين كتجي عندها مخليه ولادها وسامعه بكل شيء كتقابل الوالده خصها تجيب لها ما تاكل الوالده فيها السكر هذاك الشيء اللي كيجي ديال السبيطار ما عندهاش الحق تاكلو كيجيبوا لها بطاطا مثلا ولا شي حاجه ما عندهاش الحق تاكلها كتجيب لها داك الشيء اللي خصها تاكل حيت فيها السكر عندها ريجيم ديالها خاص بها كتجي عندها كل نهار من الصباح حتى الليل عاده باش عند الدراري كل نهار كيجي عندها دابا حنا خلاصه الاول هادو بغاو يخرجوهم حنا ما دابين يخرجوا ولكن خصنا تقرير طبي هذا راه سبيطار وجامعي وعنده اداره وصيه وعنده وزاره وصيه وعنده مندوب جهوي
كنطالبوا غير بتقرير طبي فين وصلت الحاله ديالهم من نهار دخلوا من نهار دقوا الحقنه حتى النهار اللي خرجوا فيه. هذيك الساعه ما عندناش مشكل غنشدوهم ونخرجوهم، ولكن باش نخرجوهم بوعود شفهيه راه ما نخرجوهمش.